رمضانكم أحلى على جوهر FM. كما كل عام أولادنا وبناتنا اللي هم ساكنين في الفوية بعد على ديارهم بعد على أهلهم يشقوا فترة من هنا في يعني في قريب المعمل يسكنوا في دي دورتوار، حابين نعمل لهم إفطار جماعي. الحمد لله كما قاعدين نشوفوا هم ملمومين في عائلة ليوني، والإطارات مديرين اللي يخدموا معايا كل حاضرين أو أغلبهم حاضرين باش نشاركوا أولادنا وبناتنا الحفل البهيج هذا، وهذا يعني باش يوريهم إلا إحنا يعني الى جانب العمل الاجتماعي الاخر نعملوا فيه عندنا كذلك النقطه هذه نحسوهم اللي هم بين اهلهم وماليهم انهم مش غربه، لانه بصراحه ديما الافطار خارج المنزل مهما كان يعني ديما الانسان يحس فيه يعني العائله مفقوده، فحابين نقول لهم احنا عائلتكم وانا بحذاكم ومنمومين معكم. الحمد لله احنا ظاهرين في البلاد ليس بالحجم نتاعنا فقط لكن بالعمل الاجتماعي نتاعنا، نشغلوا ومازالين نشغلوا، حلينا وحده كما تعرفوا جديده في منزل حياه، الوحده هذه توا فيها ما يقارب 1000 عامل وعامله، وان شاء الله ما نسكروا العام الا ما يكون عندنا 2000 عامل وعامله، دونك هذه هي التوجهات وحنا نمشي. رمضانكم احلى على جوهر FM.